نمر وديب يعني مع بعض كيف ماني فاهم. فمعناته انه يعني الموتر هذا جدا ثقة يعني. سربرايز ماذر فاكر. والله راح الله يسلمك طوال الغيبات راح الحبيب. يا ولدي شو تسوي الحين؟ طوال الغيبات قاعد ندير للباب هذا. انا اطفي الميوزك بنحاول ان احنا نرجع به نعدله على الخط بدون يعني ما نقلبه او شيء زي كذا. فتعدل والحمد لله. الحين بننزل بنكمل مشوارنا يا عيال. نكمل المشوار مع انه والله الطريق صعب يا ابويا. طريق صعب مرة لكن بنكمل ما عليه. نخليه يمشي على اقل من مهلة. ونختصر كذا نختصر. كفو. والله يا في عزم ملعون والدين. والله يا في عزم الشاص ملعون والدين يا ولد اقسم بالله. شدنا الطرب يا ابويا. روح يا ذيبان. كفو 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 كفو. والله 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 هذه ما اتفقنا عليها يا عيال. هنا والله العظيم لو اهوي يا رجال ما يردني الا كوكب زحل. فالطريق منه مره نكبه يا ولد. خلنا نحط المنظر من داخل. خلنا نرجع المود الامطار. نبي نرجع المطر شوي لانه انا تحمست مع المطر صراحه. نكمل مشوارنا. طبعا الطبلون شغال البنزين فل. البنزين فل يا ولد تنشت. الحرارة نص. الحرارة مرتفعة. فنبي نكمل. المرايات ما تشتغل للأسف. المرايات لا ما تشتغل. الزبدة وين منت؟ هذا وش؟ اوه كفرات بالون. والله كفرات ثقة يا ولد. لا 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 هدي هدي. تشوفون الطريق قدامنا جرف بس في درب من يمينه. زي ما تشوفون الطريق وعر مرة. من جد الطريق وعر. انا ما ادري الشخص بيدب ولا لا يا عيال. هو بينزل اوكي لكن بيدب ما ادري. والله نزلناه يا ولد. والله الطريق الوعر صدق. من جد هل بيدب يا عيال منا ولا لا؟ ما اظنه بيدب لانه صعب مرة. الزبدة بننزل الحين. بننزل نزول. والله يظنني ذا الطريق يمين بس انا ما ادري وش جايبني منه لكن يلا فدا. حتى النمر نازل. شت 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 يا الجرف. سربرايز motherfucker. يا ولد 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 راح الحبيب راح طوال الغيبات راح. زبدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم عيال؟ عساكم طيبين ومبسوطين وش مسوين؟ زي ما تشوفون عيال هذا مود جديد توني جايبه لكم. مود الشانس. طبعا زي ما تشوفون هذا الشانس البريمي 2015 او 2016 ما ادري والله لكن ما عندي خبرة في الشاصات. بس انه شاص متعوب عليه اقسم بالله. المود هذا يستحق ان الواحد يشتريه بفلوس. يعني انا ما اقول لك انك تحمله بلاش. المود هذا يستحق انك من جد يعني تشتريه بفلوس لانه متعوب على تفاصيل فيه كثيرة. من جد الادمي اللي سوى المود هذا والله العظيم انه بطل. والله العظيم انه بطل يعني. شكرا له صراحة انه فنان اللي زبط المود هذا. طبعا كفرات بيلون زي ما تشوفون يعني زي ما قلتكم يعني متعوب عليه تفاصيل كثيرة كثيرة مرة متعوب عليه. ف يعني مثل ما وعدتكم اني راح انزلكم مقاطع هايلوكسات شاصات يعني مقاطع منوعة. في ناس كثيرين اصلا قالوا ميدي ابو عمير نزل مودات. فقلت طيب ما في مشكلة. ففي طير هنا يا عيال. وش الطير هذا؟ غراب. اوكي. فقلت ما في مشكلة من باب التنويع. من باب التنويع في القناة راح ننزل يعني على مود حرامي السيارات ننزل لكم مودات اشياء حلوة. ف ايضا الالعاب الاستراتيجية ما ادري صراحة ما يمكن انزل عنها. بنزل عنها مقطع مقطع لكني بركز بحاول انوع في القناة يعني صراحة عشان يكون المحتوى. لان في جماهير في جمهور ثاني اصلا في جماهير ناس يعني منوعة في القناة. فما يصلح نركز على الالعاب الاستراتيجية ونترك مثلا
ونترك مثلا يعني الألعاب الباقية، فلازم ننوع دائما عشان نثري المحتوى في القناة. فزي ما تشوفون في الأجواء الجميلة هذه، أجواء مطرية، فخلونا نركب داخل من المطر، خلونا نركب داخل من المطر نلعب فينا والطين. فشغلنا بسم الله، شغل النور، النور شغال، الأسطبات شغالة زي ما تشوفون. خليني أوقف الميوزك زي ما تشوفون، حتى وش اسمه ذا الراوس شغال، ها الراوس شغال، الراوس لمبات الراوس شغالة، البريك برضو لو نقدم مثلا نمشي نضغط بريك شغال زي ما تشوفون. الأنوار شغالة برضو. كنت أتمنى أن الفليشر يشتغل، لكنه للأسف ما يشتغل. ف يعني بإمكانه يشغله، بس إنه بطريقة صعبة شوي، طريقة صعبة شوي عشان يشغل الأشياء دي. فالزبدة ما علينا، خلينا نشوفها من داخل زي ما تشوفون. من داخل حتى متعوب عليه من جد، يعني الطبلون شغال، البنزين فل، الحرارة نص، يمشي طبلونه 180. المراية الخلفية للأسف غلط، يعني أبو كلب يعني ما تشتغل. المرايات اللي على جنب برضه نفس الشيء، من داخل جدا خرافي، يعني التفاصيل فيه جدا من داخل خرافي زي ما تشوفون. يعني زي ما تشوفون التفاصيل من داخل متعوب عليه، المراتب، كل شيء، يعني علامة تويوتا، أشياء جدا خرافية. زبدة، خلونا نروح ناخذ جولة سريعة يعني في الأجواء المطرية هذه، ونتمشى شوي في البر هذا، نتمشى شوي في البر هذا ونشوف. طبعا في عزم على كيف كيفكم. اوه اوف، طبه في جرف هنا، والله سلمنا منه، والله سلمنا من الجرف. الزبده بنروح سيده نمشي. فشاص شاص، اشهدنا عز يا ولد، والله يا ولد يطرب يا ولد من جد. يعني ليش حرام يعني ما يضيفونه في لعبه حرام السيارات، يضيفونه رسميا، يعني يضيفون كل السيارات رسميا. ايش معنى يعني؟ يعني عشان تلعب سي جي الخال ذاك لازم تستخدم سياراتهم الخوالة، يعني ما نبيها يا ابوي. كونو تويوتا، نيسان، يعني في بلاوي كثيرة المفروض يضيفونها رسميا، يعني او اقل شيء يخلون مودات يعني للشرق الاوسط، يعني خلينا نقول زي كذا الشرق الاوسط. سيارة زبدة يا ولد، تقول كنا في البر صدق يا ولد، والله اجواء رهيبة يا عيال من جد. يعني زبدة، خلونا ناخذ لنا جولة نتمشى عليه يعني شوي. الديب يا ولد الديب، الديب حده يا ولد حده. الله سلم، الله سلم يا ولد، خلي خمس يا ولد، خلي خمس عن امه من الطرف فيه ايش. في حركة بيسويها زي كذا، خل الكفرات تدخن. الكفرات تدخن يا ابوي، شدنا عز يا ولد. الزبدة يا عيال زي ما شفتوا هذا هو الشاص الجديد. المشكلة انا ودي اروح بالجبل شيء زي كذا، مكان يعني نستكشف عزمه، نشوف عزمه فيه بصراحة. خلونا نروح نشوف الجبل هناك ندببه منه، ما في سيول شيء نقطعها. ما في سيول للأسف نقطعها، فأنا ليش ما أروح أذببه هناك على الجبل ذاك؟ فإذا يمديني أذب على الجبل من هناك بروح بشوف، أشوف عزمه، أشوف كيف عزمه، هل يمديه يذب من هناك أو لا. في الجبل الصغير هذا بيكون اختبار لنا، نبي نشوف عزمه في الجبل هذا ونقول إن شاء الله إنه يذب يعني بكل سهولة. طبعا الكفرات بيلون، يعني أنا ما أدري هل هو بيذب ولا، ماني متأكد من الشيء ذا، لأن البيلون شوي صعبة ما هي حجرية. ف
الكفرات البيلون حق ترامل، فهذا اقوى اختبار له يعني تقريبا. خلينا نذببه منه ونشوف. افا يا ذا العلم، روح 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 روح. الزبده بغى يذب، لكن شوي انه يبي له عزم، يبغى له عزم شوي. زي ما تشوفون كذا بندببه منه ونشوف. يلا ذب 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 ذب، روح روح. شدنا عز يا ولد، شدنا يطرب. الله 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 لا 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 يا ابوي، لا لا يا ابوي، خر عليك انت واللعبه حقتك. لا سلامات سلامات. الزبده سلمنا، لكن التقلبات هذه اللي غثت اهلي في حرامي السيارات. من جد يا اخي حرامي السيارات هذه يغثون اهلك. الزبده انه ذب، بنحاول نذببه ثاني مره منه، بنحاول نذببه ثاني مره منه. ذب 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 ذب. بس لا يا ولد ادعس، شدنا عز يا ولد. الله انا ثقة يا عيال، الله العظيم انه ثقة الشخص. بس إننا نبغى لنا تحدي أكبر، إحنا نبغى لنا تحدي أكبر. ليش ما نروح للجبل ذا مثلاً، الجبل اللي قدامنا ذاك؟ ليش ما نروح لمثلاً ونشوف التحدي فيه؟ خلنا بنرقيه ثاني مرة، بنرقيه ثاني مرة منه وبنشوف. نجيبه منه ثاني مرة ونشوف. الله لا 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 لا. يا ابوي خرا عليك. سوي له فكس، سوي له فكس سريع. فالقطار يا ابوي، القطار القطار. بنحاول نذببه ثاني مره، لكن المره ذي من قريب يا عيال، من قريب من تحت. نبغى نذبه من تحت من هنا، نشوف بيدب ولا لا. والله ذب، والله ذب، الله ذب، الله ذب يا ولد. خلنا ننزله منه، خلنا ننزله منه يا عيال ونشوف، نشوف منه. الله 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 الله. شوي 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 يا ابوي، شوي شوي. زين بنحاول نذب من تحت وبنشوف. طبعا منه اقوى شيء، هذه اقوى شيء منه. من هنا لا احس خوي، بنذبه منه وبنشوف. ادعس 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 ادعس. روح يا ابوي، روح روح روح. خليه تفتف. لا والله ذب ذيبان، لا والله ذب عيال. كفو والله. افا علق. علق علق. كويس دببناه. بنحاول ننزله، بنحاول ننزله الحين. شوي 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 يا ابوي، شوي شوي. نزل 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 نزل. والله الشخص شدنا الطرب يا ولد، شدنا يطرب يا عيال. الزبدة الحين خلونا نروح ناخذ به درفت، خلونا ناخذ لنا درفت عيال في الامطار وننبسط فيه ونشوف كيف الوزنية تبعه. طبعا خلوني اول شيء اغير الوزنية، اغير الاجواء، نحط اجواء مطرية ايوه زي كذا. الحين خلونا ندرفت عاد رسميا، الحين خلونا ندرفت رسميا في المطار. احح، خلنا نتمشى يا ولد في الامطار والاجواء الجميلة. والله العظيم يا عيال اجواء، اجواء جدا خرافية. ايضا في حاجة ثانية بقولها لكم يا ناس، ادعموا المقاطع اللي انزلها يا ولد. وش هذا، وش هذا؟ ولد بيع مخدرات، وش هذا؟ وش
والله فيها سيارة فيها واحد قبل شوي